في شركات خاصه بتاعت توصيل صيام بقى زكاه ركاب او بضائع او 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 ممكن اي حد معاه عربيه بيستغل وقته في انه يزود دخله بالطريقه دي. والله انا بشتغل شيفتين، بشتغل شيفت 8 ساعات الصبح وبعد بعد العصر بشتغل شيفت تاني عشان ازود دخلي، لان معايا 3 اولاد فلازم دخلي زياده، ولو في اي حاجه تانية بعملها. ابتديتها بالسوشيال ميديا، عملت بيج على الفيس في المنتجات بتاعه المستلزمات الطبيه. بدات انا واخويا في المشروع ده، كمامات، فرش طبي، الحاجات دي، والحمد لله يعني دلوقتي حاليا بنوزع على صيدليات وتجار كتير. ممكن اعمل مثلا ادفرتايزنج اونلاين، تسويق اونلاين، تسويق شبكي، ان انا ابيع مثلا منتج مثلا عارفه موجود في السوق مثلا بسعر معين، اعرف اجيب الجمله وابيعه اونلاين او كده. دي اكتر فكره انا اقدر اقدمها بالنسبه لشغلي، لان انا شغلي مرهق شويه. ممكن تنزل تشتغل يعني، ممكن لو هي قاعده في البيت، ممكن لو بتعرف تعمل هاند ميد، بتعرف تطبخ، فبتعمل وجبات وتوزعها. هي بتبتدي بالجيران الاول، بعد كده الجيران بيجيبوا اصحابهم وقرايبهم وكده. ولو بتعرف تعمل هاند ميد اوكي برده شغال. هو الاونلاين دلوقتي هو اللي شغال. حضرتك دلوقتي انا شغال شغلانتين، شايفين دلوقتي حضرتك نازل الصبح خش بيت الساعه مثلا 1:30، من الساعه كام؟ من الساعه 1 الظهر لغايه 1 بالليل، خلص شغل من هنا واطلع على شغل هنا تاني. حاليا انا عامه جنب شغلي بعمل زي حاجات كده صغيره، حاجات خشب بتتعمل زي كاركتر او كده، وبسواها عن طريق النت اصلا. حته مكنه تزود الدخل، تيشرتات للاطفال، فانيلات بنص كم كده يعني. مرة تانية مساءكم خير. الحقيقة انه بعد ما سمعنا التقرير انا عارفة انه موضوعنا عن ازاي تزود دخلك، بس ما خدتوش بالكم كده معايا انه احنا بنكلم ناس شقيانة ومحترمة وبتجري على لقمة عيشها، وان كل اللي بنسمعه من حوارات تافهة على السوشيال ميديا حوالين هو الراجل يصرف على عياله ولا لا، والست تربي عيالها ولا لا، ما يجيش حاجة جنب الناس المحترمة اللي شقيانة في الشارع دي. يعني انا سامع كتير ناس بيقول انا بشتغل شغلانة واثنين وتلاتة عشان اصرف على اولادي واكفي بيتي. دي حاجة قد ما هي صعبة، ونتمنى ان ما يبقاش ده الحال طول الوقت. نتمنى ان الناس يبقى عندها وقت لحياتها كمان اكتر، لكن كمان تحترم. وأي حد فينا عايز يزود دخله أكيد في فرصة وأكيد في طريقة.